فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك ذكر وارد يقال على الصفا والمروة؟ يعني شيء متعين؟ لا، لكن إذا قال، إذا رفع يديه وكبر على الصفا وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، هذا شيء طيب، هذه دعوات مباركة. نعم.